السلام عليكم، ازيكم بنات؟ النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم طريقة عمل سندوتشات البرجر بطريقة سهلة وصحية ولذيذة جدا، وهتعجبكم قوي قوي، فخليكم معايا وتابعوني. هحتاج اول حاجة 1/2 كيلو لحمة مفرومة، يكون فيها نسبة من 20 ل 30% دهن. هحتاج كمان معاها كيس من البهارات بتاعة البرجر اللي بتكون موجودة عندنا في السوبر ماركت. هحتاج كمان معاها عشان تكمل الطعم مكعب مرقة، وهحتاج بابريكا وبودرة بصل وبودرة ثوم وفلفل اسود ورشة من بهارات اللحمة ورشة ملح. تمام. هحتاج كمان معاها 1/2 معلقة من صوص المشاوي الوايشستر صوص، وهحتاج كمان معلقة من الكاتشب، معلقة يعني مش مليانة قوي. تمام. الوايشستر صوص والكاتشب هيدوها صوص حلو وهي بتتشوي، كمان هتديها اللون المشاوي وطعم لذيذ جدا جدا جدا. ببدأ بقى احطهم، هحط بقى البهارات. تمام. واحط كمان اللي هو الكيس بتاع تتبيله البرجر، وابدا بقى اعجنهم مع بعض كويس جدا. الطريقه دي اللي هي الطريقه الامريكي بتاعه البرجر، اللي هي مش موجوده عليها اي حاجه، اللحمه مش موجوده عليها اي حاجه الا التتبيله بس، مش موجوده لا بصل ولا اي بهارات ولا اي حاجه تانية. تمام. هي بس البهارات بتتبل كويس جدا وتتعجن بقى على بعضها. تمام. ببدأ بقى ايه افرك فيها كده البهارات علشان ايه كل حتة من اللحمة تاخد الطعم، ما يبقاش في حتة فيها تتبيلة وحتة لا. تمام. اعجنها كويس جدا. وزي ما انتوا شايفين شكلها كده، خلاص بقى ايه التتبيلة دخلت فيها كويس، وكل برضو معجنها كل ما هتتماسك معايا وكمان التتبيلة هتدخل فيها كويس. بجيب بقى اي غطا، ده غطا بتاع الصلصة. تمام. وبجيب اكياس من اللي هي بتاعت التلاجة علشان الشريحة تبقى واحدة بواحدة، وكمان الغطا ده هيخلي الحاجة عندي مظبوطة. في مكبس من بتاع البرجر بيكون موجود في السوبر ماركت، جميل جدا برضو، اللي تعرف تجيبه. تمام. بيظبط برضو القرص بتاع البرجر وبيخليه برضو متساوي وبيضغط عليه كويس. ده مش عندي حاليا، فايه فبعمل بقى بالايه بالغطا ده كده، غطا علبة او غطا برطمان اي حاجة، بحيث تبقى الحاجة متساوية. تمام. زي ما انتوا شايفين كده بعمل كمان واحدة. النص كيلو تقريبا بيعمل معايا من 6 ل 7 اقراص على حسب بقى الايه الحجم بتاعي اللي انت ممكن تعمليه. اهم حاجه تضغطي كويس، ليه؟ علشان يطلع القرص مظبوط معاكي لما تيجي بقى ايه تشويه وكده، بيكون مظبوط معاكي. تمام. زي ما انتوا شايفين كده كل الطرف كله بتضغطي عليه كويس علشان يبقى شكله مظبوط، ولما بيتشوي بيكش كده وحجمه بيظهر فبيبان شكله اكتر. تمام. فكل ما بتظبطيه كل ما بيبقى شكله مظبوط احسن وشكله احسن زي الجاهز بالظبط. تمام. بعمل بقى بقية الكمية بنفس الطريقة، برجع لكم بقى تاني. خليكم معايا بقى ايه نشوف الخطوة الجاية ايه.
دلوقتي هبدأ اكرمل البصل اللي هو ايه، هحطه بقى طبقة في الساندويتش مع البرجر. إيه في ناس بتحط معاه مشروم، بس احنا عندنا مش بنحب، معظم البيت عندنا مش بيحب المشروم، فبعمل بس البصل. إيه فتمام، يعني لو انت بتحب المشروم ممكن تزوديه معاه. تمام. إيه حطيت في الطاسة شوية زيت، وبقى ايه هبدأ بقى ايه اللي اكرمله من ناحيتين، يعني يعني ياخد ريحة الشوي بس كده، وطريه شوية. تمام. وابدأ اقلب فيه كل شوية لغاية ما ايه ما ياخد اللون اللي هو العسلي معايا كده، ويبقى طعمه لذيذ. تمام. اتابعه كده كل شوية علشان ما يتحرقش مني، واضغط عليه كده علشان ايه يشم بس النار كده وياخد لون لذيذ. هو مش بياخد وقت خالص. او بدأ ياخد لون اول ما يبدأ يعني ياخد لون بسيط كده من ناحيتين، بشيله بقى من على النار عشان ما يتحرقش بقى وياخد طعم مر كده معايا. ببدأ بقى اشوي البرجر. بجيب الشواية سخنها واعمل رشة زيت عليها كده عشان ما تلزقش. تمام. بدهنها كويس بأي فرشة. اول ما تبدأ تسخن معايا بقى ابدأ ايه انزل بالبرجر. البرجر ده من الوجبات الجميلة جدا اللي ممكن تعمليها مثلا في وجبة عشاء. ممكن لو في يوم كده ايه تغيير كده بتعمليه في الغدا مع بطاطس محمرة. ممكن كمان الولاد بيروحوا بياخدوه معاهم في المدرسة، لو مثلا اليوم عندهم طويل وكده فمحتاجين وجبة مثلا كاملة متكاملة، يعني زي مثلا البرجر بيبقى فيه خضار وبيبقى فيه كل حاجة، لذيذ جدا. تمام. بظبطه كويس على الايه على الخطوط دي علشان ياخد ايه اللون بتاع الشوي والخطوط بتاعة الشوي. تمام. اي شواية عندك، لو ما عندك الشواية ممكن بتعمليه في طاسة ما بتلزقش، سواء انتيفال او سيراميك او جرانيت، على حسب اللي موجود عندك، يعني ما توقفيش الدنيا على ايه ان عندك شواية او ما عندكيش. تمام. تبدأي تضغطي كده علشان ايه الخطوط بتاعة الشوي تبان عليه، وكمان ايه ببدأ اتابعه كده او بدأ ايه ياخد لون معايا جميل. تمام. معلش تقطع مني بقى وانا بقلبه. تمام. شايفين شكله جميل جميل جدا على فكرة، وطعمه تحفة تحفة تحفة. ولاد اصلا هيحبوه قوي قوي، هيعجبهم جدا. وحاجة بقى مضمونة وبيتي ومعمولة بإيدك، يعني حاجة كده من الآخر. بصراحة أحلى حاجة الأكل البيتي. الأكل البيتي مهما كان أطعم وأحلى من الأكل اللي بره. لو تحاولي كل الأكل تعمليه في البيت بصراحة أحسن حاجة، حاجة صحية ومضمونة، ريحة وطعم. يعني طبعا اللحمة ما بتبقيش عارفة بره هي مصدرها منين، كمان البهارات والحاجات دي بتبقى اوفر، يعني تبقى كتير عشان تخلي الحاجة طعمها حلو. لا انتي زبطيها بقى عندك في البيت واعمليه في البيت وطلعي احلى حاجة. تمام. عشان خاطر صحة الولاد وصحتكم انتوا كمان، بصراحة حاجة لذيذة جدا. شايفين بقى انا حطيت بقية الاقراص. تمام. بدأت بقى اقلب بقى واظبط.
هبدأ بقى احط الكايزر عشان ايه ياخد برضو ريحة الشوي وكده ويتحمص معايا، برضو اضغط عليه كده شوية علشان ايه الصوص اللي نازل من اقراص البرجر تشربها بقى الايه يشربها العيش كده وياخد طعم وريحة مميزين. تمام، وابدأ بقى اضغط عليهم كويس من الناحية طبعا اللي ايه اللي هيتحاشي فيها البرجر، الناحية اللي جوه عشان اسيبه بقى من الناحية اللي بره عشان يفضل ايه لونه لذيذ وجميل. تمام، هبدأ بقى اعمل الصوص اللي هدهن بيه العيش. حطيت معلقة من الكاتشب وحط عليها معلقة من المايونيز، وطبعا الكاتشب والمايونيز من الحاجات اللي احنا عاملينها في البيت في حلقات قبل كده، بقلبهم كويس جدا علشان بدهن بيهم بقى العيش. ببدأ بقى ايه اظبط العيش كده وادهنه علشان ياخد طعم لذيذ معايا، اهم حاجة الصوص طبعا، بحس هو اللي بيبلع البرجر يعني، الواحد هو بياكله كده ما يبقاش حاجات نواشف كده لازقة في بعضها، يبقى كده في حاجة كده ايه صوص طري كده ايه الواحد يعرف ياكله كده. تمام، حط بقى بعدها ايه خس، ممكن تحط الخس كده شريحة على بعضها، انا بحب اقطعه لان الولاد اول ما بيلاقوه على بعضه كده بيشيلوه خالص من الايه من الساندوتش، فايه فلما بيتقطع ما بيبانش قوي، ما يبانش قوي من ال وهما بياكلوه بيقطموه على بعضه كده. انا كده قطعت الخس وحطيته، دلوقتي بقى هبدأ ايه احط البرجر. تمام، ممكن تحطي بقى شرايح طماطم، تحطي بقى حاجات زيادة زي ما تحبي، الموضوع طبعا مفتوح في ايدك، تحطي لأي اضافة انت بتحبيها. تمام، احط كمان شرايح الجبنة بتاعت ساندوتشات. تمام، ممكن طبعا الشرايح دي تسيحيها مع البرجر، برضو احنا مش بنحبها وهي متسيحة بحبها كده ايه ناشفة كده معاها لوحدها، بتاخد الطعم بدل ما تبقى سايحة بتغير الطعم. بحط بقى البصل اللي هو المكرمل بعد كده، برضو انا ما بحطش الطماطم لان الطماطم انا سواء شويتها او ما شويتهاش بتنزل نسبة مية على الساندوتش وتبوظه. تمام، والولاد برضو بيطلعوها، فانا ايه بحط الحاجات اللي احنا بنحبها، انت برضو اي حاجة زيادة عايزة تحطيها حطيها. وده بقى وده مخلل الخيار انا برضو مع عاملاه في البيت، بس حط عليه حتة بنجر كده عشان تدي لون حلو. شايفين بقى شكل الساندوتش بقى عامل ازاي، جميل ولذيذ جدا وحاجة بيتي 100% ومفيش بعد كده. تمام، بكمل بقى السندوتشات، شايفين منظر والله تحفة 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 ما شاء الله. انا كده خلاص خلصت سندوتشات البرجر، يا رب تكون عجبتكم، يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير بقى لكل اصحابكم عشان يستفيدوا من الفيديو. ونتقابل فيديو جديد وفكرة جديدة، وباي باي.